في الفيديو ده من قناة مركز خدمات المحمول هقولك ازاي تعرف ان كان موقعك بيدعم تغطية الجيل الخامس من شبكة STC. لكن بداية خلينا نتعرف على بعض مميزات تغطية الـ 5G من شبكة STC، واولها سرعة الانترنت واللي بتوصل لعشر اضعاف سرعة الانترنت في الجيل الرابع. الميزة التانية انك تقدر تحول شريحتك العادية لشريحة الجيل الخامس بدون استبدال الشريحة، وكمان شريحة الجيل الخامس بتدعم باقات سوا ومفوتر. أهم الموبايلات اللي بتدعم شبكة الجيل الخامس هي آيفون 13 الميني والبرو وأونر 50 5G وسامسونج نوت 20 ألترا وسامسونج جالاكسي نوت 20 وسامسونج زي فولد 2 و3 وسامسونج S21 وS21 بلس وسامسونج S21 ألترا 5G وموتورولا إيدج 20 برو 5G. ودلوقتي علشان تعرف إذا كان موقعك بيدعم تغطية الجيل الخامس، فهتضغط على اللينك اللي موجود في وصف الفيديو. هتفتح معاك الخريطة بالشكل ده، هتحدد موقعك وتظهر لك النتيجة على الخريطة. في الفيديو الجاي هنتعرف على خدمات الـ 5G من STC، وأخيراً ما تنساش تشترك في القناة علشان توصلك فيديوهاتنا الجاية.